شايت ايه مهلك يا توفيق؟ انت مش قادر تقوم ولا ايه يا راجل؟ يا رئيس توفيق. ايه فيها يا منيرة مالك؟ انت يا اخويا هتفضل مقضيها لي نوم كده على طول ولا ايه؟ وده مضايقك فيه ان شاء الله؟ لا يا اخويا ما يضايقنيش، بس اصل كتر النوم ما بيجيبش غير الهم والمرض والكسل، وانت بقى يا اخويا بصراحة العبارة كده ما انتش ناقص. مش ناقص؟ الملف الساعد يا اختي، قال مش ناقص قال، انا مش عليل ولا عويل. طب يا اخويا ما دمت لسه بصحتك ما تقوم يا راجل وتوريني امارة، وانزل يا اخويا روح شوف شغلك. اديني قايمة، روح انت حضري لي الحمام واعملي لي الشاي. فين الشبشب؟ سلامت الشوف يا حاج، الشبشب يا اخويا تحت رجلك عادل اهو. ويا ريت بقى يا حاج وانت راجع ابقى هات لك لقمه يا اخويا عشان تتعشى بيها. ليه؟ انت مش ناويه تعملي حاجه النهارده؟ والنبي يا اخويا مش قادره، ولو قادره ما تاخرش. ايه مالك يا منير؟ فيك ايه يا بنت؟ حاسه كده ان انا تعبانه وكل جدتي مهمده، ولا قادره اعمل اكل ولا اشوفه ولا حتى اشم ريحته. ولا حتى اشمه؟ يعني ايه يا راجل؟ بقول لك لا قادره اكل ولا اشرب. لا قادره تاكلي ولا تشربي ولا تشمي؟ تبقى حلامي يا منير. ايه يا محمد قاعد لوحدك كده ليه؟ مستنيكي. مستنيني؟ ده انا اللي قاعده جوه مستنياك. والله؟ اه والله. وبعدين مش معقول تبقى طول النهار بره البيت وتيجي تقعد لوحدك وتسيبني قاعده لوحدي. معلش يا نعمه، غصب عني عندي مشاكل كتير قوي في الشغل. لا احنا نتفق من دلوقتي قبل ما تدخل من باب البيت ترمي المشاكل دي بره خالص. خلاص بقى يا نعمه، مش ناقص قرف، انا مش عايز حاجه تضايقني اكتر ما انا متضايق. في ايه بس يا محمد؟ مالك هبيت فيا كده ليه؟ مالك يا محمد؟ فيك ايه؟ احكي لي. مش عايز احكي. لا بس انا عاوز اعرف، ما تقلقنيش عليك اكتر من كده. كان هيتقبض عليا يا نعمه. يا نهار اسود، ليه عملت ايه؟ ما عملتش حاجه والله، انا كل الموضوع ان انا كنت بغير عمله، مباحث الاموال العامه جري ورايا وكانوا هيقفشوني، بس الحمد لله ربنا ستر زوخت منهم. لا والنبي بلاش منها موضوع العمله ده، احنا الحمد لله مسترين وزي الفل، مش ناقصنا اي حاجه. يا فرحتي، يبقى معايا مال الدنيا كله وجوزي مرمي في السجن. ما بلاش بقى السيره اللي بتلبش الجته دي. الله، انا مش عارفه اتلم على اعصابي من ساعتها. يبقى خلاص تحلف لي من دلوقتي على المصحف انك مش هتقرب من الشغلانه دي تاني. والله العظيم انا لو عليا بعد اللي حصل ده مش عايز اشتغلها تاني، بس ما اقدرش احلف لك ولا اوعدك بحاجه، لازم اتشاور مع اخواتي الاول. ابويا لا 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 فرق فرق، خد 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 الصينيه دي، تعال تعال حاج. مالك يا توفيق؟ ايه؟ ايه مالك دي؟ ايه في ايه؟ هو كان حصل ايه يعني؟ الله الله الله، انت مزعقلي كده ليه؟ اصلك انت يا عدم بوظه عملت زي اللي قابل واحد على الصبح كده واول ما شافه راح شاهد في وشه وقال له ايه مالك فيك ايه؟ وشك اصفر كده ليه؟ انا لا قلت لا اصفر ولا احمر، كل الحكايه اني شايفك تايه ومش مركز وكنت هتنكفي على وشك قمت خدت بايدك. خلاص يا سيدي، متشكرين قوي، كتر الف خيرك. ماشي يا حاج توفيق، انا محقوق لك بالاذن. سلام عليكم. استغفر الله العظيم يا رب. عرفان عرفان استنى يا اخي، ده انا عايز